السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. موضوع درسنا اليوم هو تقريب الأعداد العشرية. سوف نتعرف اليوم على طريقة تقريب الأعداد العشرية وكيفية تقريب الأعداد العشرية لأقرب منزلة محددة، وأن يكون الطالب قادراً على حل المسائل وتفسيرها. في البداية سوف نتعرف على خطوات تقريب الأعداد العشرية. أولاً، ضع خطاً تحت الرقم في المنزلة التي تريد التقريب إليها. انظر إلى الرقم على اليمين، إذا كان 4 أو أقل فاحتفظ بالرقم الذي تحته خط، أما إذا كان الرقم 5 أو أكبر فقم بتقريب الرقم الذي تحته خط إلى ثاني أكبر رقم. أسقط الرقم على يمين الرقم الذي تحته خط. والآن عزيزي الطالب، فلنبدأ معا في حل المثال التالي صفحة 718. قرب 46 و 73 جزءا من 100 إلى أقرب جزءا من 10. عزيزي الطالب، في البداية ضع خطا تحت القيمة المكانية المراد التقريب لها، وهي في هذا المثال التقريب إلى أقرب جزء من 10. انظر إلى العدد العشري ولاحظ أن الرقم 7 هو منزلة الأجزاء من 10. انظر إلى الرقم على يمين 7 وهو الرقم 3، ونلاحظ أن الرقم 3 أقل من 5، إذن عدداً بخيلاً. إذن احتفظ بالرقم الذي تحته خط وأسقط الرقم على اليمين، الرقم 7. إذن قرب 46 و 73 جزءا من 100 إلى 46 و 7 من 10. تذكر عزيزي الطالب أن هناك أرقاما كريمة وأرقاما بخيلة، فالأرقام الكريمة هي التي تعطي واحد للرقم في المنزلة المراد التقريب إليها، وهي الأرقام 5، 6، 7، 8 و 9، بينما الأرقام البخيلة وهي 0، 1، 2، 3، 4 يبقى فيها العدد المراد التقريب إليه كما هو. والآن انظر إلى طريقة الحل. والآن عزيزي الطالب، فلننتقل إلى التمرين الموجه صفحة 718. قرب 8.74 جزءا من 100 إلى أقرب منزلة آحاد. أولا، ضع خطا تحت الرقم في منزلة الآحاد. انظر إلى الرقم على يمين الرقم 8 وهو الرقم 7 في منزلة الأجزاء من 10، ونلاحظ أن الرقم 7 أكبر من الرقم 5 وهو عددا كريما، فيقوم بإعطاء 1 إلى الرقم 8، ونسقط الأرقام على يمين النقطة العشرية. إذا نقوم أخيرا بتقريب العدد 8.74 جزءا من 100 إلى 9. انظر إلى الحل. والآن عليك عزيزي الطالب حل مجموعة من التمارين صفحة 719 للتمرس على الدرس، ولا تنسى حل الواجب المنزلي صفحة 721 وصفحة 722. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.